أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي وبتروجيت لطاقم تحكيمي بقيادة أمين عمر يعاونه يوسف البساطي، محمد عمرو رمضان حكم رابع، وكل من محمد عادل ومحمد عباس قابيل حكمين إضافيين. أمين عمر من مواليد 85 يعمل محاميا، كان بدايته في الدوري الممتاز موسم 2013 حيث أدار مباراة سموحة وتليفونات بني سويف وحصل على الشارة الدولية في 2017. أدار أمين عمر 17 موسم منها مباراة فايبرز الأوغندي وشباب قسنطين الجزائري في دوري أبطال إفريقيا ومباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي و13 مباراة في الدوري المصري ومباراتين في كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة. أدار هذا الموسم مباراة واحدة للأهلي أمام الداخلية في الجولة السادسة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مرتين لبتروجيت الأولى أمام الزمالك وانتهت بالتعادل السلبي، كما أدار لقاء الفريق البترولي أمام طلاع الجيش وانتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم. تاريخيا أدار أمين عمر للأهلي 8 مباريات، حقق شياطين الحمر الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مبارتين وخسر في مثلهما، أشر 10 مرات والحمراء مرة واحدة في وجه لاعب الأهلي. كان الظهور الأول لأمين عمر في مباريات الأهلي أمام النصر في 23 من نوفمبر 2014 والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-2. بينما أدار 8 مباريات لبتروجيت، حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مثلهما وخسر في 4، أشهر البطاقة الصفراء 10 مرات في وجه لاعب الفريق البترولي.